ليجين كسبها لينا ليجين والكيفية ليجين. خصوصا حنا كنعيشوا في واحد الظروف اللي صعيبة شوية، أننا كنعيشوا في الظروف ديال كورونا ولينا خصنا نحاربوا الفيروس، كنا كنحاربوا عليه شحال لي باكتيري ولي ميكرو، دابا خصنا نحاربوا حتى لي فيروس. المهم العنوان ديال الدرس ديالنا اليوم هو لا سيكيريتي انا مغالي مونديال، هي السلامة الصحية. وهاد السلامة الصحية هي بعض الإجراءات وبعد النصائح وبعد الاعمال اللي كنقوموا بها للحفاظ على الصحه ديالنا. كتعريف الهيجين هي حفظ الصحه، اللي كنسميو الهيجين كنعرفو حفظ الصحه. ما غادي نحافظوا على هاد الصحه؟ مناش غادي نحافظوا عليها؟ غادي نحافظوا عليها كما كنعيشوا دابا حاليا من لي فيروس، من لي ميكروب، ومن لي باكتيري، ومن لي شامبيون. دابا حنايا أنا نقاد الجائحة هادي مع الفيروس ومع البكتيريا. إذا شكون هما هاد البكتيريا؟ خصنا نتعرفوا على هاد العدو ديالنا باش نقضيو عليه. هاد العدو ديالنا هو كائن حي كيعيش كيخصو الهواء كيما كيخصنا حنا الهواء، كيبغي الماء كيما كنبغيو حنا الماء، ستانيت ربيبو. هما كاين أشكال وأنواع، كاين اللي هما بانال عاديين كيعيشوا معنا في لافور المناخ اللي عايشين فيه، ما كيضرونا ما كيضرونا ما كنضروهم، عايشين معنا. وكاين اللي هما ايتين اللي هما ضروريين لينا باش كنعيشوا، هما اللي كيساعدونا في الهضم ديال الاكل ديالنا، هما اللي كنستعملوهم في الحليب، في اللبن، في الخبز، الخميرة ديال الخبز، كذلك هذوك اللي هذوك الريحه اللي كتبقى زوينه في الضرون، هذوك الناس هما دي باكتيري سيليكسيوني، سون دي باكتيري اللي هما اوتيل لينا، صالحين لينا، وبلا بهم تقدر تولي واحد ديزيكيل. وكاين اللي هو لي باتوجين، هادو هما اللي خطيرين، هاد لي باتوجين هما اللي كيجيونا من لي كونتاميناسيون كروازي. هنا غادي نهضرو على شويه على لا سيباراسيون، على لا سيباراسيون اونتر لي برودوي. لان كنعرفوا لي باكتيري هما انواع، وكل نوع على اللحوم البيضاء عندها لي باكتيري خاصين بها، وكاين اللحوم الحمراء عندها لي باكتيري خاصين بها، وكاين كذلك الاسماك عندهم لي باكتيري، كل اسبيس وعنده واحد لي باكتيري ديالو. كل حاجه ما تقدرش تعيش فيها. لا ماشي كتعيش، ولكن كتكون باتوجين، اما كتطيح عليك القرش، اما تسحب، اما تتسلك، اما كتولي باتوجين، كتولي خطيره. فمثال نعطيكم البكتيريا السالمونيل. السالمونيل هو واحد البكتيريا اللي كيعيش في اللحوم البيضاء، في البيض، في الدجاج، الى مشى تنتقلنا اللحوم الحمراء كيولي خطير جدا، كيولي هنا باتوجين. اذا هضرنا على البكتيريا، كاين دابا وصلنا لثلاث انواع، كاين النوع الاول اللي هو بانال، وكاين النوع الثاني اللي هو يوتيل اللي هنا ضروري لنا الصحه ديالنا، وكاين النوع الثالث اللي هو باتوجين اللي خصنا نحاربوه، كاين النوع الرابع هو اللي كيكون في السوفيد. دابا كيتسماو لي زانايرو لي زايرو، هذوك اللي باكتيريا السوفيد هذاك راه خطير جدا. هذاك السوفيد هي طريقه بحال الفروه، كتبلوكي لا ميتيبليكاسيون ديال لي باكتيريا، ملي كنحيدو له لير من السوفيد بلوطوبوكو ولا لا، ملي كنحيدو لير من ديك البيكا، ديك البكتيريا كتبقى ما كتميتيبلياش، كتبقى راس لاصقه بلا ما كتزايدش. ولكن اون فوا كتعطيها الحريه ديالها وتعطيها لير وتعطيها لا تومبيراسيون اوبيون، راه كتكاتر ثلث ساعة، ثلث ساعة كتقسم على جوج، إلا خليتي غير في واحد التومبيراتور أومبيون نتاع مثلا نتاع خمسة ولا ستة، التومبيراتور العادية راه بكتيريا وحدة 48 ساعة كتعطيك 5 مليار و800 مليون بكتيريا، غير بكتيريا وحدة كتعطيك 5 مليار و800 مليون حسبها، لأن كل بكتيريا كتقسم على جوج في ثلث ساعة، بحسب عند الرياضيات. دابا حنا تعرفنا على النوع ديال لي باكتيري اللي غادي نحاربو، غادي نحاربو دوك لي باكتيري اللي هما باتوجين، لأنه علاش؟ هنايا كنهضرو على لا سيباراسيون،
على سيباراسيون ديالك والبيبي وكذا وحديتو، الحب وحديتو، الإصابة وحديتو، حتى في الفريكو كنديرو الفريكو ديال لافولاي ديال اللحم البيضاء وحديتو، والفريكو ديال اللحم الحمراء وحديتو، كذلك في وسائل ديال لي كوتو في هاشوار كل شيء كنديرو لا سيباراسيون بور ايفيتي لي كونتاميناسيون باش ما تكونش العدوى باش ما تجيناش ديك لا كونتاميناسيون كروازي ويزحفنا ويعمي ويقتل وكذا ويدير لنا مشاكل حاربه. اذا كذلك هضرنا على لا سيباراسيون هضرنا على نهضرو كذلك حتى على مارش اون نافون ديما كنمشيو في واحد لو سونس لو برودوي كيمشي لنا في واحد لو سونس ديال لا مارش اون نافون ديما في اتجاه واحد. علاش باش ما نوليوش ديال اللو من لا ريسيبسيون؟ نعطيك مثال بحال دابا انا عندي شي حاجه طاعت سيتها وغادي ندخل بها لاتولي غادي نعبرها وكذا وغادي ندوز بها ندير بروتوكول من جهه لافاغونس الى غير غادي ندير واحد لا كونتاميناسيون. علاش دابا لا مارش اون نافون كنديرو الفريغو في جوج البيبان باب لا رونتري من لا ريسيبسيون وبار كيخرج لنا اللابو ومن اللابو كيمشي لنا البرودوي للريو والريو كيمشي لنا البرودوي للكليو كيخرج لنا ديال مارسون ديما الحب ما يوليش بيه اللور باش يمشي لا مارش اون لافون كل ايفيتي لي كونتاميناسيون اي باش نحاربوا العدوى لان هاد الاجراءات تحارب العدوى. إذا هضرنا على لا مارش اون لافون، هضرنا على النوع ديال لي بكتيري، هضرنا على تمسيو عليه على لي بكتيري، دابا غادي نهضرو على سيباراسيون، دابا غادي نهضرو على لا مينوكيلاسيون ديال اللحم، كيفاش نتعاملوا مع اللحم، كيفاش نحافظوا على السلامة ديال ذاك اللحم، باش يبقى لنا ذاك اللحم سام، صحي. إذا من لا ريسيبسيون كيكون ان كونترول لا ريسيبسيون كنشوف لا تمبيراتور كنشوف الميليو ديال فين جاي اللحم داك الكاميون واش نيتواي السيد ديك الكروة ديال الكاميون السيد الحوايج ديال السيد ولكن هذا الشيء كاع كله في اطار السلامة الصحية ما خصوش يتعدى 20 دقيقة يكون علاش 20 دقيقة؟ لان 20 دقيقة هو الوقت اللي كتكاثر فيه البكتيريا. إذا البكتيريا لا ريسيبسيون ما تعداوش 20 دقيقة. كل شيء تيكون قبل من لا ريسيبسيون ديكاجي من لي زالي ديالي نقاد الفريكو ديالي نقاد كذا باش ما نديرش لي السلعة ديريكتومون سي ان ترونزيت لا ريسيبسيون سي ان ترونزيت ماشي سي ان ليو دو ستوكاج ديال الفرن سي ان ترونزيت ديال 20 دقيقة ما يتكلمش تكون ايبيني لا ملتيبليكاسيون ديال البكتيريا. إذن داك اللحم كندوزو ديريكتومون لو فريكو ديالو لأن ديجا غادي يكون عندي لو فريكو عاوتاني بيان رونجي باش نحترم الفيفو ديالي فيرست إن فيرست أوت باش ديما كتكون عندي لا فريشور ديالي غادية في واحد تسلسل. إذن هضرنا قلنا عنصر اللي هو اساس جعل عنصرين اللي هما اساسيين هو عنصر ديال ليجيان كوربوريل ديالنا حنا وهذا هو الاساسي باش نبدا به خليته هو التالي لان حنايا كاين دي بكتيري لا عند دي بكتيري ديالو لا في الهواء الصاد الصليب ديالو ولا في الحوايج ديالو ولا في كذا ولهذا حنا كنقصوا بزاف ليجيان كوربوريل ديالنا. انا قبل ما ندخل للقوس ديالي قبل ما نباشر العمل ديالي كندخل بلاصه فين كنبدل الملابس ديالي كندوش كاين محل الدوش ديالي كندوش وكنلبس الحوايج ديال الخدمه اللي كيكونوا نقيين ديما. علاش؟ لان انا كنعيش في هذا الوقت هذا شويه صعيب حنا وصلنا لمرحله الفيروس كنا كنحاربوا غير لي باكتيري دابا غنولوا نحاربوا كلشي لي فاريو لي فيروس لي باكتيري لي شامبينيون كلشي ممكن نهضروا ولهذا ليجيان كوربوريت انا كنكون بلوطوب ديالي مدوش كنحط بلوطوب ديالي كنحط الكمامه ديالي لي جيست بارير ديالنا اللي عطات فيها هو انني نحاول نخدم مع صاحبي وانا مبعد منه في هاد الظروف هادي. علاش باش نفيديه ولا ما نتسالمش انا وياه خطره ديما ديزانفيكتي يدي ونغسلهم
ملي نستعمل شي حاجه نحيد نولي نبدل لي كات ديالي نبدلهم ونحيدهم اكسيتيرا. شنو بقى لنا؟ بقى لنا شنو هي ديزانفيكسيون؟ شنو هو النيتواياج؟ شنو هو الفرق ما بين النيتواياج والديزانفيكسيون؟ لان النيتواياج راه ماشي هو الديزانفيكسيون. النيتواياج هو اننا كنمسحو ولا كاين شي مسيح ولا كاين شي طراب الحام ولا كاين شي وساخ ولا كاين شي كدا كيبان بالعين المجرده كله كنحيدوه. هذا هو النيتواياج. وكتجي المرحله ديالو الثانيه هو الديزانفيكسيون يعني التعقيم. يعني عاد ديك الساعات كنشد الفودوي ديالي راه عندي انستالي وكنروزي كندير هذا وكنخليه واحد 20 دقيقه بمورتير في افير ديسونس باش يمسح حتى المفعول ديالو يخدم. كاين الحوايج بحال لي طابل رانسيهم افيك دي بروس ميتاليك. كاين المسائل اللي خصها الماء سخون كذا ومن بعد اش نديرها عاد كنرازي وكنشف لان ضروري ما تخليش الماء لان الماء لا خليتيه لا في الفريكو لا في الفريكو ولا في لي بلاطو ولا كذا جدا ميليو فابوراب باش كتكاثر لنا الباك كتزيد تعيش كتعيش الباك ولهذا ما نخليوش الماء ما نخليوش حتى شي حاجه كنظن انه شي كاع كل ما يمكن المهم اون غروسو مودو